حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، سبحان الله ونعم الوكيل. حسبي الله إذا ونعم ما ظلمنا الوكيل. ربنا يظلم. أنا طلب القصص يا رب. صلى على الفجر يا بنت قسم بالله ما بتصلي على الفجر. مشاهدي ومتابعي موقع منصة يوتيوب في المكان، أهلا بيكم. معاكم أنا نورين سعد ولايف جديد من محافظة دمياط وتحديدا قرية ربعين بكفر الغاب التابعة. شهدت قرية المربعين كارثة بشعة. بنت اسمها حنين ملهاش أي ذنب، عندها خرجت تلعب ما رجعتش، اختفت لمدة أسبوعين والبلد كلها قلبت عليها الدنيا، ورجعت لأهلها يعني جثة مات. تم التخلص منها على إيد الجيران بطريقة وحشية، حاجة كده يعني العقل ما يصدقهاش. إحنا دلوقتي مع والدتها اللي مش مستوعبة يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل شيء. وفاء لله حاجة صبرين. الدوام لله وحده، الدوام لله وحده. ربنا يصبرك يا رب يا رب يا رب. يوم ما اختفت هي مختفية من قد ايه؟ من يوم 18/1 يوم الخميس من الساعة 2 الظهر. كانت رايحة تعمل ايه بقى يوم ما اختفت؟ كانت بتلعب في الشارع وراحت جاب كيس شيبسي، وبعد كده راحت تلعب عند ناس جيران جنب المحل تقريبا اللي هو هناك، اللي هو حصل فيه الحادثة. أم هناك أطفال بتلعب معاهم، راحت تلعب. تروح هناك تلعب معاهم؟ أيوة متعودة تروح هناك عندهم تلعب معاهم، وهم بيجي يلعبوا معاها هنا. وحنين محبوبة من كل الناس، وهي بتروح تلعب معاهم وهم بيجي يلعبوا معاها. يوم الخميس من الساعة 2 خرجت حنين تجيب الشيبسي وتلعب في الشارع. لما غابت حنين استغيبوها اخواتها، اختها استغيبتها ما شفتهاش وما كنتش موجودة، انا كنت مش موجوده. لما اختي كلمتني وقالت لي مش لاقيه اختي، جبت بعده وجيت اجري انا واخويا عشان اشوف بنتي راحت فين، وادور عليها في الشوارع من الساعه 2 وهم بيدوروا عليها من قبل ما اجي. قالت لك يوم ما اختفت ان هي رايحه تجيب شيبسي؟ قالت لي خرجت يا ماما بتلعب وما جاتش، يعني ما شفتهاش. موجوده وقالت لك انا خارجه؟ لا انا ما كنتش موجوده، انا كنت موجوده عند بابا وما كنتش موجوده في البيت. انا تانية؟ ايوه كنت موجوده عند بلد تانية، والقطر بتوصل على الساعه 10 بالليل تقول لي حنين مش لاقيينها. قلت لها ازاي مش لاقيه حنين؟ قالت لي بدور على حنين من الساعه 2، وانا قلت ده هي هتيجي بتلعب في اي حته وهترجع. حنين ما جتش يا ماما. اجيت نوضح بس، حنين يعني اصغر بنت في بناتك؟ ايوه بنتها الكبير، بنتك الكبيره اللي سايباها معاها عندها كام سنه؟ 21 سنه. يعني ببساطه الام دي. ايوه هي اللي مربياها وتعتبر امها اساسا، هي اللي مربيانا حنين، وهي دايما بتخاف عليها ودايما بتاخد بالها منها، وانا في الشغل وانا بره هي اللي بتاخد بالها منها في كل حاجه. يعني اسراء وهم الاثنين هم الاثنين بيحبوا بعض كأن واحده وبنتها. بنت لما خرجت وقعدنا نلف عليها والدنيا بقت تلف عليها، شباب البلد كلها تلف واحنا نلف واهليها وناسها كل الناس بتلف عليها بالليل وندور عليها في الشوارع. طلعنا عربيه تلف في الشوارع ويتنادى عليها، محدش قال لنا ان هي فين وندور عليها. عملت استقرارات ولفت في كل الدنيا، لفت في كل الدنيا ولف على بنتي في كل مكان. وش اسلام بقول لها بعد يقول لي بنتي فين؟ بنتي عند مين؟ راحت فين؟ بنتي ذكيه جدا ما تركبش مع حد ولا تروح مع حد. قال اذا كانت عارفه وادور وادور جايز كل شيء. كنت كل ده فاكره ان هي قلت جايز تكون ركبت مع حد بالغلط، ركبت مشيت مع حد، مش هتروح في اي حته. بس هي ذكيه وبتفهم وعاقله جدا وبتقرا قران وعارفه مدرستها وعارفه باباها ومامتها وعارفه كل حاجه. مش ان هي هقول لك ان هي مثلا عيله، لا عيله ذكيه ونبيهه جدا. كنت بعتمد عليها في كل حاجه، هي اللي كانت تيجي تصحني من النوم الصبح تقول لي يا ماما هجيب لك عيش، اقول لها روحي يا حبيبتي هتروح تجيبي، تقول لي اي ادور عليها وهي مدفونه وانا ما اعرفش، انا ما اعرفش ان بنتي مدفونه.
قطعت الارض بجنب بيت الجيران وانا مش عارفه. سالت عليها قالوا لي ما شفناش، قالوا ما شفناش، ودور والجيران والناس اتبهدلت، واحنا رحنا رحنا المركز كلنا ولموا الناس كلها خدوها واحنا هناك. تاني يوم عملنا محضر على طول، ويوسف بيه الله يكرمه وعلي مراتبه يا رب، واسلام بيه واحمد بيه ما سابوناش ليل ونهار معانا في الشوارع، ويدوروا في كل حته وفي كل مكان، يدوروا معايا في كل حته ويلفوا وما يلفوا ويحقق ويدور عشان خاطر يقول لي ما طلعتش من هنا وانا مش عارفه هي فين، وادور وجاني موجود معانا في نفس المكان وانا ما اعرفش. طب الاولاد اللي بتلعب معاهم دول عارفينها يعني؟ عارفينها ولاد ايه ده ولا ولاد اخته اللي هي بتلعب بنتي مع ولاد اخته من دورهم، عايشين معاهم في البيت وبنتي بتروح تلعب معاهم. طفله زي دي عندها 8 سنين يدفنها بتاعه الارض، افضل الف على 15 يوم هو ده فين؟ انا مش عارفه اعتبر على بنتي ليه. طفله انت يعني عرفتي مثلا عرفت شرعتنا ايه؟ عرفت ان هو اغتصب بنتي، وعرفت ان هو دفنها تحت الارض بهدومها بحالها وحاططها في شكاره ومتغطى عليها ودفنها وانا مش عارفه. الف بالدنيا وبنتي مدفونه مش عارفه انا حاجه، انا عايزه حق بنتي، عايزه حق بنتي. القصاص القصاص، انا عايزه القصاص، عدل الله عدل الله القصاص. انا مش عايزه عدل ربنا، ده عدل ربنا بيقول كده. اهل الجاني، اهل الجاني ما اعرفش انهم عارفين ولا ما يعرفوش. انا عرفت ساعه ما رحت عند رئيس المباحث لقيت بيقول لي استعوض استعوض الله فيها بنتك عصفوره الجنه. قلت له يا باشا بنتك هتبص صح، عندي احساس اللي بنتي مش جايه سليمه. قال لي بنتك اتوفت، بنتك اتقتلت واتدفنت. يا سبي الله يكرمه، ما نامش هو ولا رئيس المباحث ولا كلهم. يعني تم العثور عليها بعد اسبوعين من اختفاء، بعد 16 يوم الخميس بانت، يوم الخميس امبارح بانت، يوم الخميس امبارح وجم خدونا ورحنا وهم طلعوا الجثه وطلعوا وعرفوا. طلعت بنتي يوم 2/2 في الشهر، يوم 2/2 طلعت حنين من تحت الارض بعد 15 يوم مقتوله ومدفونه وقدامها حلقه معتله واختصب اختصب بنتي صغيره اللي ملزقه اللي ملزقه. ما كانتش ماتت، حطها بنتي ماتت مقتوله، بنتي ماتت مقتوله. عرفت ان هو خانقها وربط بقها بنطلون لما راح لبنطلوني لما اغتصبها والبت صرخت، قام كاتم بقها بنطلونها اللي كانت لابسه يا حبيبتي امها، وقام حاططها في الشكاره وقام دفنها ميته وانا قاعده معاه في قلب المكان وفي المركز وهو موجود معانا ومتاخد معانا. وانا ما اعرفش لا هو كان الحكومه جت خدته بعد معانا لما خدوا الناس، قعدوا بعدها بيومين خدوه وخدوا اهله وانا ما اعرفش، لان كانت الكاميرات جايبه ان هي دخلت هناك ويلف يلف رئيس المباحث ويقول لي ما طلعتش ودوروا ودوروا ما لقوش حاجه. لغايه يوسف بقى قال لك ما طلعتش من البيت ده ولا طلعت من اول مره بعيد. الكاميرات جايباها ان هي دخلت الكاميرات اخر حاجه جايباها داخله هناك، والكهرباء قطعت بعدها او معنى اصح دخلت وبعدها ما طلعتش، ما هماش عارفين راحت فين. ودوروا في البيت ولفوا ودوروا ولفوا ودوروا لغايه ما رئيس المباحث الله يكرمه وسلاح حاله وعلي مراتبه وخلي عياله يا رب جرى، وقعد يجري ليل ونهار هو ورجالته، ما خلوش مكان ما دوروش فيه، ما خلوش حته ما بقوش يعرف ياكلوا ولا يشربوا ولا يناموا. كل الناس بقى دور معانا، مديريه الامن بقت معانا، الدنيا كلها معانا، وبنت مدفونه جنبي مني ما انا مش عارفه. طب هو ازاي تخلص منها بالطريقه دي؟ اهله موجودين يعني؟ اهله ما كانش اهله، ما اعرفش كانوا فين، انا ما اعرفش كانوا فين. يعني هو البيت مثلا دورين ولا لا؟ البيت دور ارضي، وبنت دخلت معاها فرد حمام بتديه له، بتقول له فرد حمام ده بتاعكم والعيال هنا عشان العب معاهم، اللي هي مسحباهم. قال لها ده نايمين، قال لها ده نايمين، قامت قالت خد فرد الحمام، ده اللي عرفته، خد فرد الحمام. قام قال لها طب هاتيه، دخلت بنت ما طلعتش. عرفت بعدها ان هو خد بنتي جوه اغتصبها، وان هو دفنها بعد ما اغتصبها. قامت قال لها قول لبابا وماما، قام راح قام خانق احد من قلب البنطلون وقام دفني دفني دفني. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.
بنتي ده يا بنتي ده عروسة بنتي ده عيتي ده عيتي يا بنتي عصورة الجنة يا حنين عصورة الجنة راحت بنتي مني يا حسن الله ونعمل وكيل أنا عايز القصاص عايز عدل الله عايز عدل الله بس عايز عدل الله عايز عدل الله القصاص يا رب زبي العيلة دي بس يا رب زبي يعني يا رب العيلة دي زبي تقول لي على مين فعلا روجي زبي ده نصلي مع الفجر يا رب الله بصلي مع الفجر والله العظيم بصلي مع الفجر يا رب تنسل اللي عدك والله العظيم يا رب يرد الله صلي الفجر دولا انا بس تلا صلي معك الفجر يا رب الخميس يا رب التجر عن الشمس وكل يوم الشمس دولا تبسل الحلاة دولا رب لا يرزعك يا رب رب لا يرزعك يا رب بتحفظ الولاد الكل هيا ليه قلبي بتحفظ الكل الله احد وصير كده انا عارف شكرا بنت توت يا ما بتعلم العزيز بتتعلم يا رب ازاي يا رجل انا عايزك تتعلم يا بابا عايزك تتعلم عايزك تتعلم عشان المسألة يا الحياة وده المسألة اختي الكبيرة يا بابا داري السؤال يا بابا عشان اروح فلسطين عليك يا ربنا يا سيدي انا هطلب بالقصاص كده يا ربنا ايوه انت فين كمان ربنا يتصل على النبي ربنا يكتب على حد يا رب ربنا يكتب على حد يا رب وانا بتشكر اللي بتوع كفر الرقاب شباب رجال ورجال كفر الرقاب كله اقسم على دماغي وانا دي بنتكم يا بنتكم يا جماعه بنتكم وانا عمري ما سبت حد يا رب هو كان ماشي يدور معاكوا على اليومين الاولانيين والله العظيم والله يا ابني لو كان في قلبي الحاج والله العظيم بقيت اودي له الاكل ولا يا باشا اودي الاكل للناس ديت ما كانوش ولا ما اعرفش ان هو ده اللي باكلين بنتي اهله لما الحجز وهو كنت بتوديه اقسم بالله اقسم بالله جايب لي الاكل رز وسمك كل يوم انا اكل يا ابني تاني قال يا باشا ولله انا ما اعرفش ما كنتش اعرف ان هم دول الاسر متاخدين زي ما خدوا اهل المربعين الله يصلح حالهم وكله راح تحط اكوانه وانا انا اسف لكم كلكم زي ما اكوان الناس قلت له يا ابني انتوا جايين هنا ليه؟ قام اللي جايين عشان خاطر باخدوا اكوانني اتبك مرض مداخله البت عندهم ما طلعتش وبكلم يوسف بيه بقول له يا باشا الناس دي غلابه قام اللي غلابه هنقدر نسيبهم دلوقتي عشان البت دخلت يا عم السيدي ما بقى اشوف اما نبقى نرجع الكاميرات انت كل ده ما تعرفش ان هم ما اعرفش ولا عمري قابلت الناس دي ولا عمري كلمت الناس دي ولا عمري كلمت الناس دي ولا سلام ربنا حتى ما بعديش من الشارع عشان اعرفهم امبارح بس ذنب بنت عشان بتلعب مع بنتي بنتهم يعملوا فيها العمل ده كم 30 سنه 34 سنه عيل عنده 34 سنه مش صغير يا ابل عضلات كده له عضلات ومربي شعره ما شفتوش انا مال بالمركز وازاي والامناء بيقولوا ده عنده كام سنه قال لهم 34 سنه قلت له قعد ثلاث ايام ما ياكلش يعني هو بيخرج ويتعامل مع الناس والناس كلها عارفاه ايوه حسبي الله ونعم الوكيل انا طالب بقضاء الله بالقصاص ان هو ما بيخش من خالص ما بيخش الا بالليل بس يا بالليل بس مش متخلف انا بطالب بكلاء انا متخلف دي ما عملش يضرب ثلاث ايام ما عملش يضرب عن الاكل بقلب المركز لا مش متخلف عقليا لا 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 اللي بيعمل اللي بيعمل اضرب في قلب المركز دي عارف هو عامل اللي هو يعمل ايه فرفره لا لا يعني هو حب يعني هو عمتها بكى للناس يعني هو عمل حنين دفن حنين وهي بتفرفر بتطلع في الروح يا ريت كانت ماتت يعني كانت لسه بتطلع في الروح يا بنت او بنت قال اللي هو دفنها قبل ما كانت تموت خالص يعني كانت بتطلع في الروح كانت بتطلع في قلب الروح يعني لو كان سابني كنا احنا لحقنا بنتنا حتى كنا احنا ودينا بنتنا لما هي ركبت اللي قالت هقول لبابايا انا هقول لبابايا قام رايح ماسكها عمل فيها ذنب بمنطلاني بمنطلان حنين اقسم بالله بمنطلان حنين بجد وقام غني حنين بيه وقام كاتم بقاه ورابط حضرتك رجلها بشال من عنده وخدت حنين في قلب الشكاره بمنطلانه مربوطه على وشها وهي حيه حيه كانت لسه بتعمل كده حيه كتم نفسها بالبنطلون وهي حيه
حي، ما كانتش ماتت وردمة يقولوا قلب ازاي يردم طفل من غير ما كانت ماتت. ايوه تحت الارض وحفر، حفر لها ثلاث خطوات بس يا ابو، ثلاث خطوات قدام بابهم وراح عمل لي. كناش متوقعين في الناس دي، خد نقلها ثلاث مرات يا ابله. حماده يا حماده ابن حمادي مطلعها تعب وبطلعها من قلب الفحر تعب تعب وعيه. الامين حمادي وبطلعها من قلب الفحر تعب وعيه. يوسف يوسف بقى العاطفه واسلام ده يا حبيبي اظبط على عيط على حنين المنظر بتاعها. ايوه قلنا كده، احنا قلنا عشان ما نظلمش الناس، عشان دعوه المظلوم صعبه. قول انت سلام انت بتتعب حد؟ قلت له مش انا ما بتتعبش حد، لان انا مش اعداء مع حد يا رب، مش اعداء مع حد. انتوا في الاول لما قلتوا ان هي متغيبه شكيتوا ان هي غرقانه مثلا؟ لا انا ما شكتش ان هي غرقانه، قلت تاهت زي عيله بتوه هتيجي والف واللف واللف في البلاد وعشان ما نظلمش حد من الجيران قاعدين نلف في قلب البلاد. ظابط المباحث ربنا يخلوا له عياله قال البت ما طلعتش من وسطكم هنا ليه؟ الكاميرات جابت اخر حاجه رمت الكيس يا حضرتك يا ابله، ودخل الجري حد شاور لها دخل الجري في قلب البيت ده وفي ده فرد الحماه. طفل 8 سنين 8 سنين تختصب ازاي يا عالم؟ انا نفسي اعرف يعني، انا مش قادره اتخيل البني ادم ده كله يتخيل يعني ليه؟ اعرف لحق امتى وفي اهله ساكنين معاه ان هو يا ماما يا ست كل هي ما اهله كانوا بره، فهو خد البت استجرده وبهدلها زي ما انت شايفه كده قال لها على مغزى المنطره وراح مختصبها قبل ما اهله يخشوا. كان الساعه 2 حنين كانت داخله الباب، اكيد هو دفن حنين الساعه كام؟ 3. ما تعرفيش عمل في حنين ايه؟ لان تاني يوم كان واقف معانا، يعني تاني يوم كان واقف كمان معانا، واقف معانا في الشارع بقى تاني يوم اخر النهار كان واقف معانا. هو خدوه بالليل ظابط المباحث شك فيه وخده، وخد قرايبه وخد كل ناسه. ما كناش مصدقين، كنا احنا مستحرمينها بنقول ده هو ما عملش فينا حاجه، طلع هو اللي دافن بنت اخونا. كان بيدور معاكم؟ ايوه قبل منها بيوم كان بيدور معانا على حنين قبل ما يكتشفوها. قبل ما لا إيه تاني يوم تاني يوم قبل ما الحكومه تاخده. تاني يوم اختفائها؟ ايوه تاني يوم اختفاء حنين. ويجي كل شويه ابوه اللي طاردني، ابوه طاردنا من قلب بيته، انا عمتي ابوها طاردني انا، ويقول لي يلا يا ست مد من هنا احنا ما شفناش. ايوه ما نروح تسال عشان بتلعب مع الاطفال هناك، اطفال صغيره من داري. ابوه طردني، اخت الهبله دي طردتني، اختي اللي هم بيقولوا عليها هبله دي طردتني، وهي اللي جابت حنين، يعني هي الهبله اللي جابت حنين. هي ماما الاطفال اللي هي بتروح لها؟ لا اختي، له اخت ثانيه، ده دي ديت بقول لك يا هبله بس مش هبله، مش هبله، ان هي كانت دافنه مع اخوها بنت اخويا. يعني كانت على العين؟ لا ايوه جابت بنت اخويا مع امها مع ابوها، هي جايبه حنين. حنين قالت للمباحث ان حنين اخويا اخويا الشيء اسم. يعني هي قالت لهم، هي شافت ايه؟ اخويا قال لي امشي وضربني وقال لي افن، يعني افن حنين. يعني لما دخلت عليه وشافت وهو بيعمل ايوه قام ضربها وممشيه. هي اللي جت مع ابوها طلعوا حنين من تحت الارض يا ابله، طلعوا حنين. حرام عليه ليه كده؟ احنا كنا عملنا فيها اصلا، ده بنت اخونا بجد بيعمل فينا ليه كده؟ بالنا وبالو الارض ولا بالنا وبالو البيت؟ انا عايز اعرف بيعمل فينا ليه الاعمال الصعبه دي؟ ليه كده؟ ليه كده؟ انا عايز اعرف في اصلا كده الموضوع ايه؟ كانت كبيره ما شاء الله على زفتها، جميله جدا جدا زفتها، كل كفر الغاب اصلا حزين عليها وعلى المنظر. وانا مش طالبه الا القصاص يا ابله، القصاص ونشوفه بعيننا، ما احناش واخدين معزه بنت اخونا الا لما يجي اللي يتعدم. القصاص القصاص القصاص. حضرتك الناس في الوسطاني وهي جايه دفنه معديه بالقلب يحطوا عليها حلويات وكراميل، بيحطوا عليها ورد وحلويات، بيحطوا على حنين كراميل وحاجات وورد وحاجات. عصفوره عصفوره عملت ايه؟ انا عايز اعرف هي عملت ايه اصلا؟ عملت ايه حنين؟ عملت ايه في الناس في الباشا الكلب ده؟ عملت فيه ايه؟ عملت ايه؟ ما صعبتش عليها؟ ما صعبتش عليها بجد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا بني هي تقول لي يا مسعود تقول لي يا رب رب لا يرزقك، كل يوم الصبح تصلي معي الغدي في الخبز وتصلي معي الباقي، تقول له يا رب رب لا يرزقك يا بابا رب لا يرزقك. والله العظيم قد بدأت تعلم العيال قدام البيت يقول الله أحد والفتح.
يبني كل جواب الباقي على الناس يا ربي مش عارف. أنا أطلب بالقصاص بعد لربنا، أنا عايز أعد لربنا إن شاء الله، أنا عايز أعد لربنا واحنا واثقين في القضاء المحكم. أنا عايز أعد لربنا بإذن الله لأن القاتل معترف وهو مش صغير، ده هو حاجة طريقة. أنا عايز أعد لربنا مش اللي عدل ربنا قادر على كل شيء يا رب. هيرجع للحنين عصفورة في الجنة الجميل. انت شفتها يا ابلك؟ انت ما شفتش حنين بجمالك؟ اقسم بالله انت ما شفتش حنين بجمال حنين. اقسم بالله جميلة ورائعة اوي يا ابلك، اقسم بالله ارائي ما تتخيل. جميلة جميلة تيجي تضربني على يدي وتقول لي قولي قل الله احد عشان تجي تصلي يا عمته، ما تروحيش النار وقول ورايا قل الله احد، وتخبطنا على ده وتقول له قول عشان هيحاسبوكي يا عمته. طفله صغنونه بيعمل فينا الاعمال الصعبه دي. قطف ورده من حياتنا، والله قطف ورده من حياتنا. انا مش عمتك ضبيه بس كانت ماليه عليا الدنيا اكتر من ابوها، اكتر من ما كانت ماليه عليا الدنيا والله. انا عندي عيال برضه يا ابله، بس دي كانت دلعتنا وحبيبتنا وراحه جايه عليا. ما اقولكش عيلة غبية، لا كانت عيلة جميلة وبنوتة حريتها بتلعب. غلطت ان طفلة بتلعب بحريتها في قلب الشارع. انا عايز اعرف احنا غلطنا فيها اصلا يعني معاه. انت بتعمل فينا العمل البشع ده ليه كده؟ ليه؟ ليه يعمل كده؟ حرام عليك. ساكنه قدام مني ما تروحش المدرسه، الدارين دي ما راحتش المدرسه، بنتي تعيط وما تروحش المدرسه زي صاحبتها. حنين ما راحتش نفس الطلبه، بنت دارين ما تروحش المدرسه وتفضل لو مامتها تضربها تقول لها مش راح الا معايا حنين. انت عيان يعني. ربنا يصبرك ان شاء الله باذن الله حقها هيرجع حق حنين. احنا واثقين من قضاء العالي، واثقين في حكومتنا، حكومه ناس طيبه وربنا يخلي لهم عيالهم، واحنا واثقين فيهم وفيك يا ابله. ربنا علي مراتبك يا رب ان انت وصلتنا لكده. واثقه في القضاء المصري وعارفه ان هيجيب لي حق بنتي، حق بنتي مش هيروح. انا واثقه فيهم ومتشكره قوي ليوسف بيه، ومتشكره لاحمد بيه، ومتشكره الاسلام بيه، متشكره لهم جدا. تعبوا معانا، ربنا يعلي مراتبهم يا رب ويصلح حالهم ويفديهم ويخليهم عيالهم. يا رب يعلي مراتبك يا يوسف بيه ويكرمك يا رب. كفر الغاب، كفر الغاب. مشاهدي ومتابعي منصه شوف في كل مكان، زي ما حضراتكم شفتوا يعني جريمة بشعة، طفلة ملهاش أي ذنب تم التخلص منها بطريقة وحشية. طبعا احنا بنثق في القضاء المصري العادل ان ان شاء الله حق حنين هيرجع وربنا يصبر أهلها وزويها. إن لله وإنا إليه راجعون. بشكر حضراتكم جدا على متابعة اللايف، كانت معاكم نرمين سعد من محافظة دمياط.